هنالك يعني مداخلة هاتفية، استاذنك واستاذن ايضا السادة المشاهدين في استقبالها، وهي حول تنشئة الاطفال على العادات الغذائية السليمة، مع الاستاذ هيثم عبد الحميد. حياك الله استاذ هيثم. لعل هنالك إشكالية في الاتصال. السلام عليكم. استاذ هيثم حياك الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حابب احييكم على الموضوع الهام ده جدا جدا. حياك الله. تفضل استاذي. وانا كمريض سكري اشدد على كل اللي انتم قلتوه، وخاصه اللي قاله البروفيسور الحريري بخصوص مرضى السكري ودور الاسره. حياك الله. وان كان الاسره دورها بيتعاظم في ظل تعقيدات الحياه والتحديات اليوميه بخصوص الابناء، وانا لا اختصر دورها زي ما قلت في الحلقه على صغار الابناء، بل على مريض السكري نفسه، ان لم تستطيع الاسره ان تقدم له احتياجاته فهي قد تقوم بدور سلبي بدون ان تشعر. صحيح. وانا اعذر الاسره كمان بخصوص ما تواجهه من دعايات للاكلات الجاهزه، واللي هي بتحاول تفرض الثقافة الاستهلاكية على الأسرة، وهي بتواجه بتحديات كبيرة جدا. يعني إذا ما قارنا اللي بيرصد لإعلانات الوجبات الجاهزة وجانك فود بالنسبة لما يرصد للدعاية والتوعية، سنجد يعني ما في مقارنة أبدا. ولذلك الأسرة لوحدها لا تستطيع أن تقوم بدور كبير، لابد أن نكون كلنا شركاء، المجتمع كله يجب أن يشارك في هذا الأمر. أحسنت أستاذ هيثم. فعلا الجزئية الأخيرة التي ذكرتها، يجب أن يكون المجتمع كله يساهم في رفع الوعي في التعامل مع هذا المرض، والتعامل كذلك مع المصاب بهذا المرض. مع الأسف أنا أجد أن الثقافة في هذا المجال تقتصر على الثقافة الشفوية. نعم. يعني خالية من المبادرات. أنا ولدي في الصف الثاني الثانوي وزنه كبير جدا، يعني أسأله يا ولدي أنتم ما عندكم منافسات، ما عندكم بطولات، ما بتلعبوا رياضة، ما يولي ما في. فمع الأسف الشديد يعني الجانب التعليمي والتدريسي طغى على الجانب الصحي والنشاط البدني حتى في المدارس. وإحنا عندنا مقولة تقول العقل السليم في الجسم السليم. صحيح. فأتمنى يعاد النظر في هذا الأمر بشكل كبير، لأنه لو طغى جانب على جانب فالشخصية لن تكون شخصية متوازنة. نعم. إذن أنت تؤكد على نقطة أهمية أن تكون هنالك مبادرات فاعلة وحقيقية فيما يتعلق بالتوعية. نعم. في المدارس وفي كل الجهات التي ممكن يرتادها. نعم. افراد الاسره. تفضل استاذ. بارك الله فيك. وإياك. وعندنا كمان عادات سلوكيه نمارسها بشكل يومي تكرس ثقافه يعني اشباع البطن وتجويع البدن والجسم. نعم. وهذه تحتاج فعلا لمجهود كبير لارتقاء بمستوى الوعي، زي ما انتم اليوم بتقوموا بدور ومجهود تشكروا عليه، لكن نتمنى ان يلقى الضوء اكثر على هذا الامر. لان انا كمريض بالسكري وانا بكلمك، انا دوبني طالع من المستشفى عملت عمليه بتر في ساقي الايسر بسبب زي ما قال البروفيسور خدش بسيط، لكن الترويه بتاعت الدم في شريان الساق كانت ضعيفه، ما كنتش اعرف وما كان عندي علم بحاجه زي كده. فانا تحولت من انسان طبيعي يمارس حياته بشكل طبيعي ويؤدي احتياجاته الشخصية بشكل ذاتي، الإنسان معتمد على أقرب الناس إليه فأبسط الأمور. ولذلك أنا حابب التجربة بتاعتي توصل أكبر عدد ممكن من خلالكم، من خلال البرنامج القيم ده. يعني أتمنى بإذن الله. أنا كمريض الرسالة وصلت، ويعني أحب أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لك بين الأجر والعافية، و آمين. يعني أوصي آمين. نفسي وإياك، ويعني بالصبر والاحتساب. فعلا التوعية هي نقطة مهمة جدا، يجب على كل المسؤولين. نعم. أو كل من كان لديه شيء من هذا الاختصاص. نعم. أو العلم أن يساهم في ذلك. تفضل أستاذ هيثم. نعم.
وجوانب التوعية ومحاورها كبيرة جدا ومهمة جدا، مثل ما ذكر الدكتور، أنا كمريض سكري بيجي عندي بعض الأوقات أشعر باللامبالاة، لأنه السكري زي ما قال الدكتور يؤثر على الحالة المزاجية ويسبب اكتئاب. فأنت أصبحت ما أصبحتش أهتم بقياس السكر، يعني أحيانا يوصل ل500 وأنا أصبحت لامبالاة. يعني مقارنة من 16 سنة لما جاني السكر أصبح خدت صدمة كبيرة جدا، وبدأت أنظم غذائي وألعب رياضة، لكن مع الوقت لأن العادات السلوكية هي طبيعة ثانية في الإنسان فأهملت. فدي مشكلة كبيرة جدا جدا، تحتاج من الأسرة كمان أنها تضعها في الاعتبار بالنسبة للمريض السكري، تراعي الناحية المزاجية والانفعالية عنده، وتهتم بعلاجه. لأنه يعني أنا بعد كده أول ما عرفت أن أنا عندي مشكلة زي كده، مريض السكر زي حالاتي المرض المزمن بيعتمد أنه بياخد العلاج في مواقيته فقط، ويجي عند الأهم اللي هو النظام الغذائي وممارسة الرياضة يقول لك بعدين مش فاضي. لكن أنا كان السكر حاليا دلوقتي من 4 شهور لما عرفت الأمور يعني ساءت عليا، أصبح السكر لا يزيد عن 150 يوميا بعد الفطور. ايه اللي حصل؟ لا زودت الانسولين كما الدكاتره كانوا بينصحوني، ولا زودت الحبوب، ولكن النظام الغذائي. وما هو نظام غذائي يعني مستحيل، اولا منعت اكل الخبز اللي هو منتجات الدقيق علشان منعت الانسولين. من الدكتور محمد، اذا كان لديك تعليق على هذه المداخله مع الاستاذ هيثم شفاه الله وعافاه. استاذ هيثم ما شاء الله تبارك الله طرح جدا ممتاز واكثر من رائع، هذه تجربه طبعا لا يستطيع احد ان يصف مثل ما وصف انسان يعاني من هذه المشكله. نعم. ونسال الله ان يكتب له الاجر والثواب ان شاء الله، وان يبدله خير مما اخذ منه في الدنيا والاخره ان شاء الله. وزي ما تفضل يعني المشكله المفروض يكون تضافر الجهود، الأسرة في المدرسة، لأنه الآن أطفالنا يعني يتتبعون للأسف يعني المشهورين وأشياء لا تمد للصحة بصلة، وصار عندهم في نقص في الثقافة الصحية والوعي الصحي. مثل ما تفضل هو يعني قال جنك فود، الجنك فود المعروف الوجبات السريعة، كلمة جنك معناها عفوا المعنى هي يعني قمامة، سلة مهملات. يعني هم وصفوا الغذاء كغذاء مهمل، معناه غذاء فقير لا يتمتع أو لا يشمل القيم الغذائية، المواد الغذائية والعناصر المهمة لجسم الإنسان. ونحن مثل ما قلنا من يحضر هذه المواد؟ الأب، هو يأتي بالمواد وهو يدفع القروش للتطبيقات لإحضار هذه الوجبات للبيت، وهو يأتي وفي الأخير عندما يصاب الإنسان وتبدأ السمنة مثل ما قلت وتظهر هذه المرض بشكل مبكر، يعني إذن فعليه مسؤولية عظيمة جداً.